السلام عليكم الخوت، هاني شي بخير. بلاك بايكر فيديو جديد اليوم. غا الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم هو غادي يكون على البيرمي ام. البيرمي ام اللي داير صراحه ضجه في هاد الايام. في ميم شي كتسمع البيرمي ام، بيرمي ام على الماتريكول الصغير، على 96، على السيلندر 140 سي سي كعامه. الوغ نعطيو واحد التعريف بعدا على البيرمي ام. هو الاول بعدا البيرمي ام شنو هو بعدا البيرمي ام في الاصل ديالو؟ نورمالمون فرنسا طبقات على البيرمي ام على الدراري الصغار اللي كيبغيو يديبلاصاو في المدرسه ديالهم ما بين 15 حتى 19 عام. كيعطيهم واحد البيرمي ام، ما كيكونش له واحد يعني سوغان ولا شحال، كيكون واحد غير بحال الكود تاع فورماسيون باش انسان يديبلاصا. يعني ما كاينش هو نورمالمون صراحه بصح السيلندر كيكون 40 سي سي، ولكن ماشي ديال ماشي يعني حنا شديناه ودرناه في واحد المفهوم واحد اخر. انا بعدا ما صراحه ما فهمتوش كيفاش صراحه حنا بغينا نطبقوه بواحد المفهوم واحد اخر. ما عليناش، هذا هو البيرمي ام يعني ديال الدراري الصغار. ماشي حنا البيرمي نورمالمون عندنا الاولا ولا عندنا الور. بالنسبه للبيرمي ام شنو هو دابا اللي يعني شنو هما التطبيقات اللي حاليا غيديروهم على هذا البيرمي هذا؟ هو بالنسبه يعني غتكون واحد الفورماسيون على حساب الوزاره ديال النقل كما قالوا، راه كلشي شاف في داك الفيديو. قالك غتكون واحد الفورماسيون بالنسبه للبيرمي زعما يعني ما بين واحد 4 سوايع حتى ما بين ساعه حتى 4 سوايع. غتكون واحد الفورماسيون يعني كيفاش انك تكون ما كاين ما غيكون لا سوغان لا والو، ماشي بحال المطر الكبار البيرميد المطر الكبار. فورماسيون بسيطه يعني قالك على حسب الحوادث اللي ولاو على السرقة على بزاف. يعني اي واحد ممكن عنده شي شويه ديال الفلوس يشري موطور، يعني امكانه يشري موطور. هذه مزيانه، مي علاش غتصعبوا على الانسان؟ ما عليناش، هذا في موضوع واحد اخر. قالك سيدي قالك الا عندك البيرمي ديال الطوموبيل البيرمي بي راك انت معفي من الام، ولا عندك البيرمي ديال الموطور راك معفي من الام. الور هذا هما نورمالمون الناس هذا كفورماسيون كيما كيقولوا ماشي بيرمي مي فورماسيون كتكون على الام. هاد الفورماسيون شحال كتكون باقي دابا حاليا ما تحددتش الثمن ديالها، او ما تحددتش فين غتكون، واش غيكون فيهم دي اجونسي يعني غيكونوا مخصصين لهاد الام هذا، ولا غادي تكون يعني في دراجة التعليم، يعني في الناس اللي كيدوزوا البيرمي. هادشي باقي، مي الثمن قال لك ما بين 600 درهم حتى 1000 درهم، يعني ماتريكول صغير كامل عامة 96 حتى 103 حتى كلشي، يعني البيكالات هما اللي ما فيهمش. نتمنى مازال قال لك الوقت ديالو من هنا حتى تقريبا حتى الاخر ديال شهر 5، يعني هذا هو اللي يخرج القرار. مازال حاليا ما كاين حتى شي حاجه، الناس كلها كتهضر، كلشي كيقول كلشي اي واحد كيهضر. يعني هذا هما المعلومات اللي كاينين حاليا على هذا الام هذا. كما كتشوفوا بحال هذا البيكال اللي قدامي غتكون حتى هي يعني كاين اللي كيخليها 50 كاين اللي يدير ليها 110، يعني هي كتبان صغيره. يعني هذا ما امبوسيبل شي واحد غيدير ليها الماتريكول كبير. انتما كما كتشوفوا الماتريكول صغير وتا هي غيولي عندها الام. الور كان الخوت كان هذا فيديو ديال الام. نتمنى الانسان اللي مازال ما فهموش مزيان يفهمو. الور نتمنى انكم تابوناو الخوت، تزيدو تابوناو في لاشين باش لاشين تزيد شويه لقدام. يلا تشاو الخوت، الله يعاونكم.